طيب، في اتصال الأخ عبد الله الحارثي يقول: امرأة العزيز ماذا كانت تعني بقولها ليسجنن في خطابها أمام النسوة؟ هل كانت مصرة على ارتكاب الفاحشة؟ نعم، امرأة العزيز كانت مصرة وقد أرادت أن تقيم الحجة على النساء من خلال يوسف عليه السلام وبروزه وبروز محاسنه أمامهن، حتى يعذرنها عن شغفها به وتعلقها به. فهي على أي حال بالنسبة إلى المقاييس تعتبر سيدة ليوسف عليه السلام، لأنه غلام في بيتها ملكه زوجها، فكان أمره بيدها، سلم إليها لتتصرف في شأنه، وهي مع كونها سيدة ومع جمالها ومع حسنها ومع ترفها ومع منصبها ومع المغريات الكثيرة التي كانت يعني تنازلت إلى أن تراوده عن نفسه، ولكنه أبى أي إباء ورفض أن يستجيب لها، وضبط شهوته وهو في ميعة الشباب وفي عنفوانه وفي زهرة العمر وفي الوقت الذي يتعرض الإنسان فيه حسب الطبيعة والفطرة البشرية لإغراءات النفس ورغباتها، استطاع أن يكابر ذلك كله وأصر على الامتناع. لما أصر على الامتناع يعني على أي حال القضية كما جاء في القرآن الكريم: ولقد همت به وهم بها. ما هو الهم الذي همه؟ وما هو الهم الذي همت به؟ أي هم هي همت به لما امتنع؟ يعني نجد المفسرين يعني ذكروا من الروايات ما تشمئز منه النفس وما تأباه الفطرة. منهم من قال بأن الرجل يعني هم أن يفعل وحل تكة سراويله وجلس منها مجلس الرجل من امرأته عندما يريد مباشرتها، ولكن يعني رأى برهان ربي، قالوا بأنه رأى يعقوب عليه السلام عضا على أصبعه، ومنهم من قال رأى كفا مكتوبا فيها: أتفعل أفعال السفهاء وأنت معدود في الأنبياء. هذا الذي يذكرونه من الآيات التي رآها، لو رآه فاسق في منتهى الفسق والفجور لكان ذلك داعيا له إلى الإرواء عن مباشرة فسوقه في ذلك الوقت عندما يشاهد هذا الأمر. هذه ليست من قبل يوسف عليه السلام، وإنما رمي ليوسف عليه السلام بالفاحشة. هذه الروايات كلها من الإسرائيليات، ومن المعلوم أن بني إسرائيل دأبوا على وصف النبيين بالأوصاف القذرة. حسبنا أن في التوراة بأن لوطا عليه السلام يعني شرب الخمر وزنى بابنتيه وحملتا منه، من جملة ما نجده في التوراة المحرفة. فإذا هم دأبوا على وصف الأنبياء بهذه الأوصاف القذرة، فلا عجب أن أشاعوا مثل هذه الأوصاف. والأمة مع الأسف الشديد تلقت هذه الروايات بالقبول وراجت في كلام المفسرين، وإنما أصح تفسير وأبلغ تفسير بقوله ولقد همت به وهم بها ما ذكره بعض علماء السلف وحرره صاحب المنار. نعم. فقد قال معنى همت به: همت أن تعاقبه، همت أن تضربه، لما بسبب كبريائها رأت هذا الغلام يتمرد عليها ولا يطيء هواها ولا يستجيب لرغبتها، ففي عنفوان كبريائها همت أن تعاقب، همت أن
تضربه، وهم بها هم أن يدفع عن نفسه أن يضربها كما أرادت هي أن تفعل فيه. نعم. لولا أن رأى برهان ربي، لولا أن رأى ألهم من قبل الله تعالى بأنه لو فعل ذلك لكانت العلامة ظاهرة في أنه هو البالي وأنه هو المتحرش بها، وهذا مما يجعل حجتها عليه أقوى من حجته عليها. نعم. فلذلك هنا ولى هاربا، ولى هاربا فجذبت من قميصه وقدت قميصه من دبر، فكانت حجته هي الأبلغ كما شهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. ظهرت براءته في هذه الحالة، وتبين أنه ليست كما ادعت أمام زوجها أو أمام سيدها بأن هذا الغلام تحرش بها وأراد بها سوءا، ليس كذلك، وإنما هي التي تحرشت به. تبين ذلك من هذه الآية التي ظهرت. وعزز صاحب المنار السيد محمد رشيد رضا هذا التفسير بأن المرأة لا تهم أن تفعل شيئا بالرجل في المباشرة الجنسية، لأنها هي إنما تمكن الرجل ويفعل هو، هي ليست فاعلة، هي مفعول بها، بينما الرجل هو الذي يفعل. فإذا همها به إنما هو همها بأن تضربه، وليس همها بفعل شيء، لأن لو كانت القضية قضية يعني مباشرة ما كانت هي لتهم، هي إنما تمكن. نعم. تمكن من أراد. هذا التفسير هو أصح التفاسير في الآية الكريمة. وأذكر كلاما للفخر الرازي، يعني كلاما جيدا فيما ذكروه من هذه الروايات التي حشروها، قال بأن من دعا هذا بأن يوسف عليه السلام جلس من هذه المرأة مجلس الرجل من امرأته، أو أنه كما قالوا حل تكة سراويلي، أو أنه أن إلى آخره، قال من دعا ذلك فقد رد كلام الله، كذب الله تعالى وكذب يوسف عليه السلام وكذب النسوة وكذب امرأة العزيز وكذب إبليس. أما الله تعالى فإنه قطع الطريق على إبليس فيما ذكره في القرآن الكريم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وهو من عباد الله المخلصين. بشهادة القرآن الكريم إنه من عبادنا المخلصين. هو من عباد الله المخلصين، والله تعالى قال إن عبادي أي عبادي المخلصين ليس لك عليهم سلطان، لم يكن لإبليس عليهم سلطان. وكونه كذب يوسف عليه السلام، حكى الله تعالى أن يوسف عليه السلام أنه قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هذا دليل صمود أمام هذه المغريات، ما تأثر بالمغريات. وأما كونه كذب النسوة فقد حكى الله عليه عنهن أنهن قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. وكونه كذب امرأة العزيز قالت فاستعصم، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. امتنع عن ذلك. وأما كونه كذب إبليس فإن إبليس نفسه اعترف أنه لا سبيل له على عباد الله المخلصين. لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. استثنى عباد الله المخلصين. ويوسف عليه السلام هو من عباد الله المخلصين بشهادة القرآن الكريم. فإذا الذي قارف هذا الكلام وادعى هذا الكلام على يوسف عليه السلام إنما كذب جميع أولئك. عليه أن يتوب إلى الله من تكذيبه لكلام الله تعالى وتكذيبه ما ورد في القرآن الكريم
من تنزيه يوسف عليه السلام. أما كونها قالت ولئن لم يفعل، لأنه ما فعل ولا وافقها، لا يسجنن ولا يكون من الصغرين، هذا من شأن الكبرياء، وهذا منطق الترف، وكما يقول بعض المفسرين أن هذا المنطق ومنطق يعني النساء المترفات في الأماكن التي فيها هذا الفساد. والله تعالى نزه يوسف عليه السلام وبرأه مما كان، وهي اعترفت فيما بعد، قالت الآن حصص الحق، الآن حصص الحق، ولقد راودته عن نفسه، الآن حصص الحق، أنا راودته، أنا راودته عن نفسه، نعم، وإنه لمن الصادقين. سمحت شيخ، في قوله تعالى وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، على لسان يوسف عليه السلام، ما الذي تعطيه هذه الآية من الإشارات؟ من المعلوم أن الإنسان هو بحاجة إلى عناية الله. الأنبياء والرسل هم بحاجة إلى عناية الله، والأنبياء هم من الجنس البشري، فطروا على ما فطر عليه البشر من الشهوات، إلا أن الله سبحانه وتعالى أودع فيهم من البصائر ما مكنهم من السيطرة على هذه الشهوات والتحكم فيها. فمعنى ذلك لو تخليت عني يا ربي لا هلكت، نعم، إن لم تأخذ بيدي وتنقذني من هذا الأمر فأنا هالك. ومع هذا ولكن مع هذا قال السجن أحب إلي، دليل الصمود أمام هذه المغريات.